هي لا قصة ولا حدوتة ولا فزورة ولا بنسود شكل الصورة، هي حكاية ناس عايزيننا نعيش ونموت ويفضل قطر العمر بينا يفوت، وفي لحظة تكسر بابنا وتبدلنا وتغيرنا وتعذبنا وتدمرنا وتفرقنا عن أحبابنا. كل رسايل موسى وعيسى ومحمد للبني آدمين بتحرم على قلب المؤمن يكسر قلبه يخسر دنيا وآخرة وزين، واللي في قلبه حقيقي إيمان عمره ما يبقى ضعيف وجبان، بينا شيطان اسمه الإدمان بيدمر في حياة ملايين. كسر الحلم في قلب شباب عايشهم في أمال كذاب، أيا كانت إيه الأسباب ليه لو متنا نموت كافرين. ربنا ما خلقناش نعصاه لا في إنجيل ولا في توراة، هات قرآنك هات وقراه قول يا رب قول يا معين. صباح الخير مشاهدينا، ويوم جديد من برنامج يوم في الخير. النهاردة أول فقرة معانا فقرة مهمة جدا بعنوان جعلوني مدمنا. هيسعدنا أن يكون في فقرتنا الأستاذ عمرو عبد الله وحش، أخصائي علاج الإدمان وتعديل السلوك. برحب بحضرتك يا فندم. الله يكرمك، أنا سعيد بوجودي مع حضرتك. وإحنا أسعد طبعا يا فندم. طبعا موضوع أكثر من مهم وتطور جدا في الفترة الأخيرة. حابين إن احنا نبدأ مع حضرتك يا أستاذ عمرو عن أولا الأسباب اللي بتخلي الأشخاص أو شبابنا إن هم يقعوا في فخ الإدمان. بسم الله الرحمن الرحيم، وما توفيقي إلا بالله. بداية الإدمان ده سلوك عام، احنا نتكلم عن ادمان المخدرات، لكن عندنا ادمانات اخرى غير المخدرات اسمها الادمانات السلوكية، زي ادمان النت، ادمان الجيمز، ادمان الجنس، ادمان القمار، ادمان التسوق، الشوبينج، كل دي انواع من انواعات الادمان. لكن احنا نتكلم عن ادمان المخدرات، ودي مشكلة كبيرة جدا بتهدد الشباب وبتهدد المجتمع وبتهدد الامن القومي وبتهدد الدنيا كلها، لأن الإدمان بيستهدف الشريحة المهمة جدا في المجتمع اللي هي سن الشباب. زمان كان بداية الإدمان بتبقى متأخرة شوية، 22 سنة في أكثر، دلوقتي القصة بقت بتبدأ بدري، يعني بقى في شباب في سن 14 و15 سنة وقبل كده وبعد كده بيخشوا في مجال الإدمان. الأسرة لها دور في إخراج المدمن؟ أكيد. الأسرة هي البنية الأساسية، هي اللبنة الأولى، هو المكان اللي بيحتضن الولد لحد ما يخرج للعالم الخارجي، هو كل حاجة للولد الصغير. يعني بدون مقاطعة لحضرتك، ممكن إن احنا لو قلنا إنه عنوان الفقرة بتاعتنا جعلوني مدمنا، ممكن نقول إن الأسرة هي أول سبب من أسباب وقوع أبنائنا وشبابنا في الإدمان؟ طبعاً. يعني هي رقم واحد؟ القاعدة بتقول أي اضطراب وانت كبير له سبب وانت صغير، له جدر وانت صغير. تمام. فأي اضطراب، إذا كان إدمان، إذا كان اضطرابات نفسية، إذا كان اكتئاب، إذا كان غيره، الأسرة ليها سبب، ليها دور؟ طبعاً. يعني الشخص اللي دايماً، الأب اللي دايماً مكتئب، اللي دايما الحياة قدامه مظلمة، اللي بينشر في البيت فكرة الضلمة، بكرة اسود، بكرة مفيش حاجة كويسة، ده بيوصل للأسرة الاكتئاب. جزء كبير جدا بيوصل لولاد الاكتئاب. الأب المدخن في البيت بيوصل لولاده فكرة التدخين، اللي هو فكرة النموذج، ان انا باخد الأب كنموذج، الأسرة نموذج وقدوة. نموذج وقدوة. النبي عليه الصلاة والسلام في الشريعة الإسلامية بيقول ان الولد بيولد مظبوط فأبواه يهوداني او ينصراني او يمجساني. يعني الأسرة لها دور كمان في الديانة، فبالك لها دور في الأخلاق في السلوك. زي ما الأسرة هي سبب في إنتاج المبدعين والمفكرين والأدباء والشعراء ولعيبة المميزين، كمان الأسرة لها دور في إنتاج المضطرب نفسيا وفي إنتاج المدمن وفي إنتاج المتحرش وفي إنتاج المنتهك للحقوق وفي إنتاج أي إنسان بيؤدي بحياته إلى الهلاك. الأسرة لها دور؟ أكيد الأسرة لها دور. تمام. أكيد الأسرة لها دور. أنماط التربية الخاطئة اللي تمارسها الأسرة مع الولد هي السبب الرئيسي في ان الولد بعد ما يكبر هيبقى عنده اضطراب، ما اما ادمان او غيره، لكن هيبقى فيه اضطراب. انماط التربيه الغلط
نمط من أنماط التربية اللي هو النمط التسلطي. إذا دخل البيت، لما الأب يدخل بيته، الأب المتسلط، إذا دخل بيته سكت المتكلم وسكن المتحرك وقال من في البيت اصمتوا لقد جاء. دخل البيت كأنه ضابط، كأنه جاي من لجنة التفتيش، كأنه جاي من الرقابة الإدارية، مش جاي بيته. الأولاد دخول الأب للبيت بيبقى كارثة، إنه متسلط منتقد دائما، كارثة. بتطلع الولد كذاب، بتطلع الولد عنده اضطراب، بتطلع الولد عنده ضعف في الشخصية. النمط التربوي الثاني النمط التساهلي اللي عنده لا مبالاة، ربنا بإيده كل حاجة وربنا جميل والولاد ربنا اللي هيربيها. النمط التساهلي، كنت عملت قبل كده يعني حاجة زي كده اسمها رجال فوق الكنبة. تمام. لما يجي بيته بس يقعد على الكنبة، يقلب في التلفزيون، أكل يجيله لحد الكنبة، الشرب يجيله لحد الكنبة، ما بيعملش حاجة. تمام. لا مبالاة كاملة. يعني احنا طبعا عارفين ان ديننا الاسلام هو دين وسطية دايما في كل حاجة، فاحنا فعلا لو اتخذنا في الوسطية اللي هو ولا افراط في المغالاة في الشدة او في التساهل، فطبعا اكيد يعني حياتنا هتتغير. السؤال اللي انا حابة اسأله لحضرتك يا استاذ عمرو، يعني احنا قديما عارفين ان الاسرة كانت بتتجمع على مائدة واحدة، وكانت الحياة غير الرتم السريع حاليا، وكانت هي فعلا العامل الأساسي بالنسبة للأبناء إنها يعني إن هم بيتلقوا كل التعليم من خلال الأسرة. لكن دلوقتي في ظل مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي للأسف الشديد هي في منها طبعا إيجابيات وفي منها سلبيات، بس هل هي دور يعني ليها دور إيجابي في وقوع أبنائنا في هذا الفخ؟ تمام. بنقول الأسرة عليها مؤثرات من بره. أنت لما بتربي بتربيش لوحدك، أنت بتربي وبيربي معاك المدرسة، وبيربي معاك المسجد أو الكنيسة، بيربي معاك الإعلام، بيربي معاك الشارع، بيربي معاك الجد والجدة، بيربي معاك المجتمع. ففي مؤثرات من بره. فكرة ان انا امنع وسائل التواصل الاجتماعي عن الاولاد ده مستحيل، وده خلاف الطبيعة، وده خلاف الواقع، وده خلاف اللي مش هينفع يحصل ابدا، لان الطبيعي الناس بتتطور. حتى دلوقتي المدارس بقى في اتجاه ان التعليم اونلاين. ففكرة ان انا اقول للاولاد ان مفيش وسائل تواصل اجتماعي ده شيء مش مظبوط. طب ايه العمل؟ احنا مش في مشكلة كبيرة، في مشكلة كبيرة. ان انا لما اسيب للولد الفرصة انه يستعمل وسائل التواصل الاجتماعي زي الفيس، التيك توك، الانستجرام وخلافه، الولد بيستعمله غلط وبيظهر عنده سلوك ادماني رهيب جدا، ان الولد بيمسك الجهاز ما بيسيبوش ساعة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، بالتالي تحدث الاضرار الرهيبة الناتجة عن كده. اعطاء الولد الريموت او التليفون كاعطائه جرعة من الهيروين، دي قواعد عندنا. اعطاء الولد الريموت بتاع التلفزيون انه يشغل التلفزيون يقعد قدامه، او ان الولد يمسك الموبايل وخلافه من وسائل التواصل الاجتماعي، كانك اعطيته جرعه هيروين. لان كل محكات تشخيص الادمان بتبقى موجوده على اللي بيتعاطى هذا السلوك. يعني الاستحواذ، ايه الاستحواذ؟ ان الجهاز ده مستحوذ عليا، ممكن تحصل كارثه في البيت وانا مش واخد بالي، ممكن اخويا يقع وانا مش واخد بالي، ممكن امي تطلب مني حاجه انا مش واخد بالي، مستحوذ عليا. مع وجود الضرر، عينيا بتوجعني، يحصل التشتت الذهني، يحصل اللامبالاه، يحصل البرود، يحصل الاهمال في الوجبات المنزليه، يحصل الاهمال في الوجبات المدرسيه، كارثه من كوارث هذا الزمن. طب نعمل ايه؟ اعمل ايه؟ انظم. هو احنا اعمل اداره. هنعمل ايه ده؟ معلش بدون مقاطعة لحضرتك، يعني حابة بس ان هو تعقيب بس على كلام حضرتك. احنا دلوقتي عارفين ان احنا بالنسبة للتواصل عندنا التواصل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وعندنا برضو دور الاعلام من خلال افلام، من خلال مسلسلات وما الى غير ذلك. انا حابة اسأل حضرتك ايه الاقرب اللي بيأثر بشكل اسرع
بالنسبة لوقوع أبنائنا في فخ الإدمان، يعني إيه الأسرع؟ هل مثلا لما بيجي بيتفرج مثلا على أبطال بدون ذكر أسماء، أبطال بتجسد هذه الأنماط من أنماط الإدمان، ده يأثر أكتر في الشباب أم مواقع التواصل الاجتماعي؟ تمام، هو العالم هيتحول بعد فترة إن التلفزيون هيبقى الاستعمال فيه بسيط، وهيبقى كل الحياة على الجهاز اللي هو الموبايل. الأفلام دلوقتي الوقت بقى في التلفزيون أقل بكتير جدا من وسائل التواصل الاجتماعي. بحاول أشوف الحلقة على اليوتيوب، بشوف إعادة المباراة على اليوتيوب، بشوف وهكذا. لكن الإعلام له دور طبعا. لما أنا أقعد قدام مسلسل 30 حلقة 30 ساعة وأشوف أشكال الممثلين اللي أنا بشايفهم قدوة ليا، هم بيدخنوا الحشيش أو هم بيمارسوا سلوك البلطجة أو هم بيمارسوا سلوك السرقة، هل ده بيؤثر عليا كطفل؟ آه طبعا. لو أنا قلت لحضرتك الزمروة إن في أول مدينة الإنتاج الإعلامي حادثة رهيبة وناس ماتت وناس كده، هتتأثري؟ آه طبعا أكيد هتأثر. طب لو شفته بعينيكي هتأثر أكتر. هتأثر أكتر. لذلك التأثير البصري اكتر بكتير جدا من التأثير السمعي. التأثير البصري اكتر. اه طبعا. تمام. التأثير البصري، فالولد لما بيشوف ده بيأثر بشكل اكبر وشكل اعمق على شخصيته. بحب ابقى زي ده، انا عايز ابقى زي ده، راجل واخد شهرة واخد لايكات واخد متابعات، انا عايز ابقى زيه. ليه ما ابقاش زيه؟ ليه ما ابقاش بلطجي؟ ليه ما ابقاش مدمن مخدرات؟ تمام. هذه الكارثة. انا كأسرة علي تقنين هذا الشيء، افتح التلفزيون انا قاعد مع اولادي، اختار البرامج المعينه الهادفه وقاعد مع اولادي زي ما انا قاعد مع اولادي في تعليمه الالف والب والجيم وتعليمه الانجليش والماث، اقعد مع اولادي في تعليمه كيفيه التعامل مع هذه الشاشه. اعطاء دلوقتي الاسره في تساهل، افتح للعيال التلفزيون خليهم يتفرجوا، فيشوف 3 4 5 ساعات يعني تلفزيون يبوظ دماغه. يحضرني ان طفل من الاطفال في مره عندنا في المدرسه ربط الجلابيه بتاعته التوب بتاعه في احدى دور الخليج ونط من الدور الثالث واتكسر. ليه يا ابني عملت كده؟ فكر انه ليه عملت كده؟ قال انا بعمل زي سبايدر مان وسوبر مان. قد ايه تاثير الوسائل دي على المتلقي على المشاهد؟ هل امنع التلفزيون؟ لا، اقننه، اعمل له مواعيد، زي ان النهارده ابنك عنده درس من الساعه كذا للساعه كذا، ابنك عنده تمرين من الساعه كذا للساعه كذا، ابن حضرتك عنده مشاهده تلفاز كبرنامج محطوط في الجدول، هيتفرجوا على كذا اللي انا مختاراه من الساعه كذا للساعه كذا، وانا قاعده وسطيهم بشوف ده وبصلح لهم الغلط بتاعهم. ال 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 الاعلام الهادف بيجيب نتيجه. احنا في صندوق مكافحة الادمان اتعمل اعلان للنجم المصري محمد صلاح اللي هو انت اوقى من المخدرات. تمام، حلو جدا. طبعا والاعلان لو بصينا عليه وقف في النص قدام طريقين، قدام طريق ناس في الشمال بتاع مخدرات وبتاع ضياع وصياعة وفساد، ويمين قدام سكه كويسه وخضرة وجميله، وبيقول له انت مين بقى؟ انت مين بقى وانت اختار، انت عايز ايه؟ انت اختار. آه. انت اختار حياتك، انت اختار طريقك، انت اختار عايز تبقى ايه. الاعلان ده سعادتك زود رن التليفون صندوق المكافحه، تخيلي بنسبه كام؟ ادي حضرتك رقم يعني يعني الخط الساخن لصندوق مكافحه الادمان. اه بعد الاعلان ده زاد قد ايه؟ 50% مثلا. حضرتك زاد 800%. ياه. اعلان محمد صلاح انت اقوى من المخدرات زود الرن على الخط الساخن لعلاج الادمان بنسبه 800%. تمام، يعني انا ده يخليني ان انا اروح لتساؤل اخر، هو دور الفعال علشان نتحدى ونواجه ظاهرة الادمان ده، هي الطرق الوقائية والعلاجية. تمام، احنا عندنا طرق لعلاج الادمان. في حاجة اسمها الطريقة الوقائية، ان انا اصلا امنع بكل الوسائل الممكنة
الشخص ده عن انه يقع في الادمان. وده بدايه برضو من الاسره، بدايه من التعلم الطريقه التربويه الصحيحه في التعامل مع اولادي، التوجيه، الكلام، اثر الكلمه على الولد. لما تقولي لابن حضرتك انت فاشل، انت فاشل، الكلمه دي ما بتموتش، الكلمه دي بتترمي جواه وبتفضل معاه العمر كله، دايما حاسس بالفشل العمر كله. فانا فاشل، فلما اخد مخدرات طب ما انا فاشل، ما امي قالت لي كده وانا بصدق ماما، انت مش نافع، خلاص ماما قالت كده وماما بتكذبش يبقى انا مش نافع. اثر الكلمه على الولد. لازم نقي اولادنا من شر سماع الكلام السلبي، الضرب، الضرب. مفيش حاجه اسمها ضرب الطفل ابدا، لازم أن يجرب الكلام ده. لما بضرب الطفل كاني بضرب مسمار في جسمه، مفيش حاجه اسمها الضرب مطلقا. دي اهم حاجات وقائيه، الاسره تبقى عندها وعي بكيفيه تربيه ابنائها، الاسره يبقى فيها تكامل، الاسره يبقى فيها تكاتف، الاسره يبقى فيها روح، الاسره يبقى عندها هدف. انت عايز ايه من ابنك؟ انت الحاجز الاساسي، انت السد العالي الوقائي بالنسبه لابنك. ما اضربوش، ما هينوش. الناس بتلسع اولادها بالنار. جالي واحده في العياده بتقول لي ابني عنده تبول لا ارادي. قلت لها في حد بيزيد في البيت؟ قالت لا ده بابا بس بيضربه بالمطرقه، وده بيحصل. النبي عليه الصلاه والسلام نهى ولعن اللي وشم الحمار بالنار، لسعه بالنار، وشم الحمار. فتخيل الاب او الام بيمارس السلوك ده على ابنه وعايز ابنك يطلع مش مضطرب ازاي؟ ازاي؟ ويقول لك اضربوهم عليها، علموا اولادكم الصلاه واضربوهم عليهم ابنائه. مفيش ضرب في الشريعه الاسلاميه مطلقا، مفيش ضرب في الشريعه. الكلام ده مفهوم غلط، ده استثناء، والضرب له شروط والضرب له نظام. ده اول حاجه. تاني حاجه دور المجتمع المدني، دور المسجد ان انا اوعي الولاد من خطوره الادمان، دور المدرسه، دور الاذاعه المدرسيه، دور الصحافه، دور الاعلام، دور مؤسسات المجتمع الحكوميه زي صندوق مكافحه الادمان، زي الجمعيات المهتمية بعلاج الإدمان ومكافحته. ده مهم جدا. أنا أشيد بصراحة، أنا في مجال علاج الإدمان من تقريبا 15 سنة، لكن أشيد بفاعلية صندوق مكافحة الإدمان في الفترة الأخيرة، من فتح مراكز للعلاج، من عمل ندوات في النوادي والمؤسسات والجامعات، من عمل إكشاك توعوية يعني بروشورات للتنبيه والتحذير. عاملين برامج رائعة لأن احنا نقي أولادنا من فكرة الإدمان والوقوع في براثن المخدرات. تمام. احنا طبعا يعني استاذ عمرو يعني فعلا موضوع اكتر من رائع. انا في النهايه طبعا يعني الموضوع يعني طول جدا وموضوع فعلا مهم جدا، حابه ان حضرتك توجه رساله بالنسبه يعني في حاجه بسيطه جدا، رساله بسيطه لبرنامج يوم في الخير بالنسبه لشبابنا. انا الاول سعيد بالاستضافه مع حضرتك ومع الفريق كله، وبشكر كل اساتذتي وكل اهمل لهم فضل عليا في ان انا قعدت هنا. بوجه رساله لاخواتي ولكل المجتمع ان الموضوع فعلا خطير جدا، خطير جدا جدا جدا. مخدرات ده من اكثر المشكلات الشائكه في كل المجتمعات. محتاجين كلنا نتكاتف، محتاجين كلنا نتعاون على اساس ان شاء الله مصر قادره بابنائها البعاد عن هذا السلوك وعن هذا الانحراف، ان احنا ان شاء الله نبقى في يعني مقدمة الدول بإذن رب العالمين ان شاء الله. يا فندم وشكرا جزيلا لحضرتك استاذ عمرو عبد الله وحش اخصائي علاج الادمان وتعديل السلوك. دلوقتي مشاهدينا هنطلع فاصل وهنرجع تاني مع فقرة كيف تحصل الزوجة على نفقة زوجية بدون محامي مع المستشار القانوني طلعت سلمان. انتظرونا بعد الفاصل.